بسم الله على بركة الله. أصدقاء وصديقات قناة فرح أم البنين، اليوم ضمن وصفاتها جبت لكم حلقة جديدة نزولا عند رغبة الطفيلات، وخصوصا اللي مسميات رأسهم ناس تفرح في المجموعة، على رأسهم سالي. باغية تعرفني طريقتي في تعداد الحرشة اللي كيفها كتنباع في الزنقة، الحرشة ديال البوطة بالنسبة ديال الفرانة اللي طرحتها لكم في حلقة سابقة. هذه اللي نعدل لكم إن شاء الله الرحمن الرحيم، الحرشة اللي كنعدلو في الدار اللي كطيب في المقلة الثقيلة. بالنسبة للمقادير هون أنا ما كان عبار ذاك، هو من نهار اللي تعلمتها في الدار البيضاء عند الأخت والصديقة وجارتي سعيدة، من هالمنبر نقول لها وني بيك، عطاتني هكذا علمتها لي ديريكتومون بلا عبار اكزاكتي، غير انا نعطيكم المقادير بالضبط اللي كنعدل، وانتم تمشوا خطوه خطوه حتى تتعلموا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شو لي زانغريديون بالنسبه اللي عندنا هون؟ لاباز هون عندنا كيلو قال 4 ديال السميده الرقيقه، السميد الرقيق، وعندنا واحد الخميره كيماويه حمراء من فئه 8 غرام، واحد معلقه ملانه كبيره من الخميره ديال الدار، الخميره الفوريه، ولا اللي ما عنده الخميره الفوريه عنده الخميره العاديه يعدل الخميره العاديه، غير الخميره العاديه ما يعدلها الى اخر مرحله، انا هذه غنضيفها مباشره. عندنا معلقه كبيره ديال الزبده، وعندنا الملح. انا الحرشه كنبغيها تعود مالحه، ما كنبغي فيها السكر، لذلك ما كنعدل فيها السكر. هذا هو الاختلاف اللي بيني مع الحرشه ديال الزنقه. واضافه اخرى كيزيدوها في الحرشه ديال الزنقه، كيزيدوا ان ساشي دفاني، انا كنبغيها الطيبه ديالها تعود مالحه، مي كنبغي الطيبه ديالها ديال الحلاوه كنعدل الثانيه ديال الفران. وعندنا الزيت على حساب القياس اللي بستسنا، هاد كيلو قال ربع، انا كيف قلت لكم ما كنعبر، عبرت هون كاس ديال العنبه صغير، ولا انت ماشي معكم خطوه خطوه نقول لكم شحال دخل فيها ديال الزيت. وعندنا الماء الدافي لجمع العجين. اول خطوه عدلتها قبضت المقله هذه لهذا القياس هذا اللي قلت لكم فيه 28، عفوا معقلت على العبار ديالو، غنعبروا عقب الفاصل ونقول لكم كم فيه. اذا هي المقله الكبيره الوجديه، المقله ديك الثقيله، النمره الكبيره، دهنتها بالزبده ودردرت عليها السميده الرقيقه. هذه اول خطوه نمشيو نبداو. وعندنا الماء الدافي كيف قلت لكم للعجين. اول خطوه نفرك الزبده، الملح، ندخلوا هذيك الزبده، اهم خطوه في الحرشه هي هذه الطفيلات اخواتي، خاصكم تردوا البال. هاي العمليه ديال التبسيس اللي كنبسوا بها الزبده يدخل لها الزيت هي اهم خطوه في الحصول على حرشه ناجحه، يعني خاصها القياس اللي لاهي قدها في الزيت. الا كثرنا لها الزيت نديروها فوق النار اللي تفرتت، قللناها لها مولي، او درنا كميه قليله مولي من الزيت، نفس الشيء مالي تجمع لنا. اذا خاصها موتي موتي، خاصها القياس. فاهمين؟ دخلت هيك الزبده، نضيف الخميره الكيماويه وخميره الخبز، يعني تم نضيف الزيت كيف حد يرش كسكس لا يديرو يتفور نفس الطريقه. ينحس عنها كل جزيئات كامل ديال السميده اللي عندي دخل فيها الزيت. وانا كنرش وفي نفس الوقت كنعدل هاي العمليه ديال نبسو تماما كيف الطريقه اللي كنعدلو في لاباط بغيزي، ملي كنعودو نبسو الديك بالزبده نفس الطريقه كنعدلو يدينا بحال هكا باش دوك الحبيبات كامل ديال السميده تدخلهم.
يدخلهم الزيت، مازال حاسه عن خاصه شوي. انا مشيت معاكم هون بالعبار باش من تعودوا باغيه تجربوها تستطيعوا انكم تقبضوا مع مقادير مضبوطه. تعرفوني وفي لكم في المقادير، وفي لكم في تفاصيل مفصله المدققه لاي وصفه عطيتها لكم. مازال خاصها شوي، اذا كيف شفتوها راهي عاد جزيئات ديال السميده عادو كي ما عرفتش يبان لكم هون في الكاميرا ولا لا، جزيئات ديال السميده عاد يلحقهم الزيت. غنضيف واحد شوي تقريبا، هذا القياس يكفيني. راكم المسألة من تعود كتخدموها كتطبقوها، اذا التطبيق هو اللي كيعطينا كيخلينا نحسو بالمسألة، واش لاحقها الزيت، واش هاد السميده لاحقها الزيت ولا مو لاحقها. مباشره معاكم هنا راه كنشوفوا جزيئات ديال السميده الرقيقه كامله تلاحقهم الزيت وكيتباركوا. بالنسبه للكاميرا ما هم اللي يظهروا. صافي، هذه هي الخطوه الاولى. شفتوا شحال دخلت ديال الزيت، دخلت تقريبا كاس قل ربع ديال الزيت، اذا كيلو قل ربع ديال السميده الرقيقه، دخلنا كاس قل ربع ديال الكاس ديال العنبه. هذا القياس هذا شوف قالي تقريبا تحت النص ديال الزيت، يعني قبض لي كاس قل ربع، قبض لي القياس كامل. اذا الخطوه الثانيه شنهي؟ غنغطيها بالسلوفان ونخليها. هذه المرحله مالي مهمه جدا لنجاح السميده، لنجاح الحرشه ديال السميده، باش قد ما خليناها ترتاح وتشرب السميده ذاك الزيت، قد ما كانت عندنا الحرشه ناجحه 100%. ممكن نعدلها في الليل، مثلا انا بغيت نعدل الحرشه غدا في العشيه العقبيه، جاييني ضيوف ولا بغيت نعدلها العقبيه التركه، ممكن نعدلها في الليل. هذه الخطوه نغطيها بالسلوفان ونديرها في الثلاجه. بالنسبه للي عنده الخميره الفوريه، بالنسبه للي عنده الخميره ديال العجين، ما يضيف الخميره ديال العجين، تيبغي يضيف الماء الدافي، كنغطيها بالسلوفان ونخليها المينيموم ساعه، على الاقل ساعه ترتاح وتشرب لي ونرجع لكم. مباشرة عقب من فوتت لذاك القدر استراحت، اول خطوة كنعدل كنقبض واحد شوية منها باش نقرص ليه، تقريبا داك ثلث كوتشارات الى غير ذلك. انا هون اللي نعدلها وحدة، اللي نعدل حرشة وحدة. بالنسبة للسيدات اللي باغيات يعدلوهم فرديات ويجربوا كأول مرة اللي يعدلوها، كي تستعين بهذا النوع من القوالب اللي كينشراو جاهزين، كيعاونوا اما صغيره بحال هذا القياس ولا بحال هذا القياس هذا، كيعاونوا يعاونوك في الحرشه باش تقرصيها. بالنسبه للسيده اللي عندها المقله، عفوا اللي عندها المقله صغر من هذه، ما دير هذا القياس كامل، يكفيها انها تعاون بهذا الاطار هذا، حتى هو كيعاون. تطرح الاطار وكطرح عليه الحرشه وتقرصوا على قياسها وتقلع داك الشيء اللي الزوائد اللي زايده. انا اللي نستعملها كيف قلت لكم على هذاك القياس ديال المقله، قلعت هذا الشوي هذا باش نقرص به. صافي ما عليا برك الا نخلطها بالماء الدافي. بسم الله، ما فيها عجين، ما فيها دلك، ما فيها والو، لا جمع العجين وتشوف. نزيد واحد شوي ديال الماء، واحد شوي، كتبغي تعود خفيفه لان هي كتشرب الماء راسها. كنحس على ان العناصر كامله اندمجت وقعدت لي العجينه ديالي خفيفه كيف شفتوها. شفتوها خفيفه، ما تيتلي نزيدها، ما تيتلي نزيدها شي. عفوا،
نجمعها منهم شويه صافي، يعني نخليها بحال هاك، نغطيها بالسلوفان ونغطيها بحولي ونخليها الين تخمر تماما ونرجع لكم. ده مباشرة عقب منين حسيت عن هذه الحرشة خمرت، طلعت عنها المنديل اللي كان مغطيها، نقلع عنها السلوفان. شفتوا الضعف حجمها؟ هاي الخطوة أهم خطوة، أهم مسافة خطوة عندنا ما تلينا نحركوا السميدة، ما تلينا نحركوا الحرشة ديالنا. الى مشينا لي حركناها لي تخسر علينا الوصفه. شي نعدلهم بما انها هي شوي مرخيه، نحاول ندردر عليها هذا السميده اللي عزلت قبل، وندير هذا من الحواشي باش ما تغرى لي. اصلا كاع انا دهن المقله كيف شفتوا، بهاي الطريقه الحواشي كامل ندير لهم السميده صافي. كان قبل المقله اللي عندي هذه بالنسبه للناس اللي باغيين يعدلوها وحده، بالنسبه اللي بغاو يعدلوها فرديات يكفي اني كنقبض شويه منها طرف منها بحال هكا ونحطه في الاطار اللي بغيت، في هذه الاطارات الانديفيديال الفرديات، او نقبض نصها ونحطه في هذا الاطار هذا اللي كنكون حتى هو دهنته سابقا بالزبده ودرت عليه السميده. بالنسبه لي انا اللي نعدلها هون وحده، بسم الله ندير باقي السميده فوقها هون باش نقرصها. انا نمشي معكم خطوه خطوه حتى نعدلها. بسم الله شفت شي بلاصه، شفت شي بلاصه ما هي لاحقتها السميده، كنحاول نلحقها لها. كنواصل نقرصها ونقادها من الحواشي. يمكن نشوف بعد كيف لكم خاصه السميده كنزيدو صافي. كنحاول نقاد لها الوجه ديالها باش ما يبقاو لي دوك البلايص ديال صباعي، بلاد صباعي. انا راني درت البوطه تاع احمد، مع ان عندي انا البوطه ديال الضو، بالنسبه لكم نتوما حتى لاخر لحظه بغيت تعدلي طيبيها وكتقدي البوطه ديالك. هذه الخطوه اللي تقدري تعدليها بيدك بلا ما تيجي حتى شي اله ولا حتى شي جزء صافي. نعدلها مباشره فوق النار، ده مباشرة فوق النار ما كان احرك عنها، كنت قاعدة حداها وكنعدلها هاد الخطوة هذه باش ما تنتفخلي وترتفد من بلدها. هذه خطوة مهمة، انا كنت هون قادية النار مجهدة لان كيف قلت لكم عندي البوطة عندي ديال الضو انا اللي نقص عليها ضري، ولي تم مقابلتها اللي نحس على انها نشفت لي من الزرار وحسيت عنها طارت من تحت حدا نقلبها. وانا مقابلتها كيف قلت لكم عني ما كان احرك عنها، كانت منعدل هذه الخطوه هذه، ومره مره كندور المقله باش ما يعود لي تعود لي النار مركزه لي على الوسط وحده، لان يعني كيف تعرفوا البوطه اكبر منها المقله وكتركزي النار كتركزي على الوسط صافي، والزرار ما كيلحقهم التحمار والطياب. لذلك سواء البوطه ديال الغاز سواء البوطه ديال الضوء كانت منعدل هذه هي النار، هذا هو الوسط ديال المقله. كنت مره نعدلها بحال هكا، نلحقها للزر ونخليه فيه واحد شويه، وميم طون انا كنعدل بحال هكا بهاد الخطوه هاي صافي. كندورها للزر الثاني ملي باش كل بلاصه تقبض الحق ديالها في الطياب.
انت ماشي على هذا المنوال، تحزها هما ديال الزر يعني، نحس عنها طابت لي من التحت ونعدكم بحال اش كنقلبها. اذا في الوقت اللي انا كان تم نخبطها بحال هكا باش ما تطلع لي، وحسيت على انها طابت كيف شفتوها من الزرار من هنا حمراء، بدي نقلبها. صاد ما قلبتها، نقبض داك شويه ديال السميده اللي بقالي، وندردرو فوقها كيف ها كيف شفتوها هون راهي اجتمعت. صافي نشفت، صافي كنعدلها هاد الخطوه هذه، حاسه بيها بحال انحرقت لي شوي. صافي كنقبض اي صحن اللي هو يعود مسطح بحال هكا، كان عندي هذه ديال البيتزا وكنكفيه عليها بحال هكا، ونقلبها مباشرة بحالها. نرد المقلة لبلدها، بسم الله. طب مباشرة من قلبتها كيف شفتوا قلت لكم انا هون حسيت بها عن حرقت لي شوي، لهين هذا لهين نقلبها في المقلة ونخليها تطيب من تحت. حاول ما امكن كان هات تقض لي تحت. صافي كنطيبها بنفس الطريقه مع الضغط عليها واحد شوي باش تطيب لي من جميع الجنبات بهذه الطريقه هذه، واخا حاميه معليش. كنت نطيبها بنفس الطريقه مع تحرك المقله مره ما نحركها الازرار باش الازرار يطيبوا لي كيف شفتوهم. صافي ونقدمها لكم بصحه وراحه. اللي عدلت معكم اليوم راعيها هي هذه واجدة كي شفتو، كيف قلت لكم عنها امتست لي شوي من الوسط يعني ما تخسرش. نقطع منها الطرف باش تشوفوا القوام ديالها من داخل، هذاك الجزء اللي حرق لي من هون لهنا قليل. ممكن نقدم انا هون كيف قلت لكم ما كنديرها السكر، بالنسبه اللي بغات تزيد السكر تزيدو، ولا اللي بغات انا ما كندير السكر كنبغيها مالحه، كنقدم مع الفرماج مع الزيت الحار الى غير ذلك. هذا هو القوام ديالها من الوسط كيف شفتوها، ورطبه. كنت تفتحيها بكل سهوله وتقدي تعمريها تماما كيف ديال الزنقه، وتعاد تعمريها بفرماج بالعسل الزيت على حساب كل سيده ورغبتها. ونقدمها هون مع كاس من اتاي. الشاي الصحراوي المعروف. هذه هي حلقتي ديال اليوم، الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوني في الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر، وتشاركوا قناتي مع اصدقائكم، واني بكم الى حلقه قادمه من حلقات تفرح ام البنين. الى اللقاء.